يعطيكم العافية. موضوع اليوم مهم جدا، اللي هو موضوع كتات البلازما. للأمانة هو موضوع قديم حديث، موضوع كتات البلازما نسمع عن الأسعار المتفاوتة، أسعار رخيصة وأسعار غالية. أهم إشي بكتلة البلازما باختصار اليوم معلومتي راح تكون إنه المواد المستخدمة الموجودة داخل هذا الكت يجب أن تكون صالحة للحقن البشري. باختصار، حضرتك أو حضرتك لما تروحوا على مختبر تسحبوا عينة دم مشان وظائف الكبد أو وظائف الكلى أو قوت الدم أو whatever كان الفحص تبعكم، هل بهمكم المادة المستخدمة داخل الكت اللي هي مادة مميعة أو مواد معينة تستخدم مع الدم، هل بهمكم تكون هاي المادة معقمة؟ الإجابة لا. مش بحكي لكم إنه المختبرات مواد كتيوباتها غير معقمة، لا، أنا بحكي لكم هل بهمكم أنتم تكون معقمة؟ الإجابة تفكروا إنها تكون الإجابة لا. هل بهمكم المادة اللي تكون مستخدمة داخله تكون صالحة للحقن البشري؟ الإجابة لا. أنا بحكي عن مختبر، ليش؟ لأنه راح نستخدم هاي المادة فقط لفحص العينة، بعدين to discard it، نرميها. فلذلك ما بهمنا هاي المواد تكون آمنة أو المواد هاي تكون معقمة. لكن بالكتلة المستخدمة للبلازما الوضع مختلف. الوضع المختلف ليش؟ لأنه هاي المواد راح نحط البلازما فيها، نفصلها، نرجع نحقنها بالجسم. لذلك يجب أن تكون معقمة، يجب أن تكون مواد فيها آمنة للاستخدام. طبعا هذا الموضوع موضوع كبير جدا، ما راح نقدر نشرحه بدقيقة أو دقيقتين، لكن هذول أهم معلومتين لازم تعرفوهم عن كتات البلازما. فما تنجروا وراء الأسعار الرخيصة أو وراء الدعايات، دائما ابحثوا عن صحتكم وسلامتكم أولا. ويعطيكم العافية، معكم دكتور منتصر علاوي، اختصاص الجلدية والتجميل وزراعة الشعر.